ستزور مجموعة من طلاب ودوليين من دول مختلفة عبر الهبة خلال الأيام الثمانية المقبلة لتجربة عمل وحياة السكان المحلي لفهم تبت الحقيقي. لقد حضر أيضا إلى المجموعة. لنذهب. بدءا من بكين سيذهبون أولا إلى درس الجميلة والتي تسمى باسم مدينة الشعاع. قبل الرحلة كان لدى طلاب دوليين انطباع قليل عن تبت، فما نوع الخبرة التي ستجربها لهم الرحلة في هذه الأرض غير المألوفة؟ في الحقيقة صعب علي أن أتخيل صورة تبة. صورة تبة ليست واضحة، فأريد أن أذهب إليها لأعرف تبة الحقيقية. إذا تريد التعرف على تبت فعليك أولا التعرف على لاسا. منذ القرن السابع الميلادي تظل لاسا المركز الثقافي لتبت، وتكون المحطة الأولى في هذه الرحلة إلى تبت هي قصر بوذالا أشهر عمارة في لاسا. جو اليوم قائم وبارد قليلا. موقعنا أعلى فأعلى، ونحن الآن نطل على مدينة لاسا. ارتفاعها أكثر من 3600 متر فوق سطح البحر، فارتفاع مكاننا قريب من 3700 متر فوق سطح البحر. وألحظ الآن باعتبار قمة لاسا ظل قصر بوذالا قائما منذ مئات السنين، ومع ذلك لم يترك مرور الزمان آثارا كثيرة عليه، ولا تزال جدران القصر التي يراها الطلاب كما عليه في الأصل. على طريق الجبلي ينتقل شعب عامل ترميم وهو مسؤول عن صيانة قصر بوذالا لأكثر من 10 سنوات، ومنه عرف لشعب قوم قصر بوذالا كما هو عليه. أخيرا رممنا سطح الأرض في رضح بشكل يدوي تقليدي من قصر بوذالا، فريق خصوصي من العمال المسؤولين عن التقنيات اليدوية التقليدية بما فيهم عمال التجارة والنجارة والبناء والخياط، فتكون الفريق مكمل جدا على مهور الناس وبرز التقنيات التقليدية. مثلا ما هي الأعمال الأساسية للخياط؟ هي ترميم بعض الأنظمات في أنحاء المبنى وعلى سقف مثل الأقمشة والستاير من أصوف في الطوس. يمكن للجميع رؤيتها، ومثل نقد الترميم والتجميع اليومية وصفحة الستاير الجديدة. هذه هي وظائفها، ومثل تتعلق لدينا عمال الحجارة والبنائيين في الوقت، إنها تجسد مفهوم العصفور الصغير، بل فيه كل مقومات الحياه. استمرت أعمال ترميم قصر بوذالا منذ عقود، ولكن بخط النشر عن الفترة لم تتغير متطلباته الترميم. المبنى القديم يجب أن يحافظ قصر بوذالا على تراثه التقليدي، إذا فإن أعمال ترميم تعتمد بشكل أساسي على الحماية. ومواد الترميم التي نستخدمها هي المواد الأصلية، ولنحافظ على مظهرها الأصلي ولا نستبدل ما يمكن ترميمه. هذا هو أبسط بديل بصفتنا حميين للتراث الثقافي. الترميم لمقاي أسلحه وترك المظهر الأصلي للأجيال القادم، هذا وعم ينتقل من جيل إلى جيل من قبل الحرفيين وبسبب جهودهم. يمكن للناس حقا السفر عبر الزمان والمكان ولمس التاريخ في قصر بوذالا. القصور الأخرى ربما عندما تكون سياحتها متطورة فشعورك فيها مختلف عن شعورك في القصر الحقيقي، بل تشعر بأنك في المبنى المعاصر. ولكن ترميم لقصر
قصر بودالا جيد جدا، فعندما أقف هنا أجد كأنني في العصر القديم. في لسه براسة الثقافة القديم لا تهتم فقط بالحفظ والترميم. قريب من قصر بوتالا هناك شارع باكو، المركز التجاري والأشهر في المنطقة، يتزاحم بالمؤمنين والسياح والمنتجات الثقافية والإبداعية بالخصائص التبتية لبيع التأريض بجانب الطرق وتجذب انتباه المرة. يخطط الطلاب أيضا للعثور على المتجر التي تعجبكم. وجد ليسا متجر الملابس التبتية التي يبيع نوع من الملابس القومية يسمى بولو. هل أنت صاحب هنا؟ نعم. فكم سنة إدارتك هذا المتجر؟ 8 سنوات. فما البضائع الرئيسية في متجرك؟ أي ما المنتجات المتميزة؟ هذه كلها خصائصنا. كل المنتجات متميزة. تريد تجربة؟ نعم. هل هذا القياس مناسب؟ ربما فضفاض قليلاً. أسخر من هذا. هذا جميل. هذا ما يلبسه الناس في ليس عادة. مكمبة. عندما مشيت في لاسا رأيت كثير من الناس يرتدون هكذا، فكيف أرتدي؟ هكذا. هكذا. لأنظر في المرآة، هل الرأس أكبر من القبعة؟ لا. جميل. هل في أوكرانيا ملابس مميزة بصفتها؟ نعم، لدينا ملابس مميزة ومتشابهة قليلا لهذا. تشكيلهما متشابه، وفي الداخل قميص وفي الخارج تنور أو مئزرة، ولكن ليس لدينا هذا الشكل، أي قسطان. هذه صفة مختلفة لملابس أوكرانيا المميزة، قمصان وقيعان. خصائص الملابس الأوكرانية المميز. قال الصاحب إن لديهم بلوء بالقمصان والقيعان، وهو أحدث تصميم لهم. تم التعديل؟ نعم. انظر مرة أخرى، هذا جميل. هذا 100. نعم، إنه 100. ما هذه القيود الذهبية؟ منتج في الهند. منتج في الهند. نعم. مستوردة. فيعني هذا العنصر أجنبية. نعم. كلها تنتج بأنفسنا، وكل هذه الأقمشة من أين؟ كل هذه من تصميمكم، تصميم تقليدي. نصمم ونصنع. والأشكال مختلفة في كل سنة. تعجبني كل الأشكال. نعم، كلها تعجبكم، كلها من تصميمكم وتخطيطكم. في شارع باكو المزدحم إلى قصر بوتالا القديم، تم تحقيق الانسجام بين الثقافة العالمية والثقافة الدينية لآلاف السنين. الحفاظ على الثقافات القديمة وتدويرها من قبل الشباب. إذا كانت الثقافة تسجل تاريخ المنطقة، فيعد تعليم حجرا أساسيا لمستقبلها. بعد التعرف على حماية ودراسة الثقافة القديمة من قبل الشعب التبتي، سيذهب الطلاب إلى المدرسة الابتدائية في لاسا لتجربة الطريقة الفريدة لتعليم في التبتي. الحرف الأخير. يعد تدريس الثنائي واللغة التبتية السينية أسلوبا رئيسيا في المدارس الابتدائية المحلية، وهو جلب للأطفال منظور أوسع. إسنا أخوني نجمة صغيرة بالنسخة النيجيرية. نعم، في نيجيريا هذه الأغنية سهلة لجميع الأطفال، ولكن حتى على أساس إتقان اللغة. جملة واحدة فقط، ويمكن فقط تعلم جملة بجملة. نعم، ممكن أن أغني كلها، لأن الأغنية أقل من 10 ثوان، وبعد ذلك أعلمهم جملتين. طيب، تغني مرة أولا ثم تعلمينهم. نعم، أظن هكذا ممكن، وسأخبرهم معنى لهذه الأغنية، أي
مهما كان يعامل معك الآخرون، عليك أن تكون صابرا وتجتهد في الدراسة، وأنت فخر لأمك وأبيك. أن طالبته من نيجيريا تتعلمني أتفاعل مع لغتها الأجنبية اليوم، لا مفاجأة سيأتي بها الأتفاعل في بيئتي الثنائية اللغة. السلام عليكم، اسمي هما. وعليكم السلام، وسأعلمكم أغنية للأطفال في نيجيريا. حسنا، سأغني أولا. أعلمكم جملتين. مشهورة في نيجيريا، هل أنتم تريدون تعلمها؟ نعم. حسنا، واحد اثنان لنبدأ. انظر إلي. دوروا وبسرعة لندور. وأخيرا، هل أنا جميلة؟ نعم جميلة. فهل تريدون أن نجتمع مرة أخرى؟ نعم، شكرا لكم. في الحقيقة لا يعجبني تعليم تلاميذ في البداية، ولكن عندما عملت مع هؤلاء الأطفال أظن أنهم نشطون ولديهم رغبة في الدراسة. نطقهم بالصينية النموذجية والتبادية والإنجليزية جيد جدا، هذا مدهش لي، وأظن التلاميذ نشطون ومتحمسون ومجتهدون. أتمنى لديهم التوفيق والنجاح ومستقبل جميل. بفضل تعليم أساسي ممتاز، استمتعت بمستقبل مشرق، وعلى طريق لجعل المستقبل واقعة لنا قوة التكنولوجيا ضرورية. مع تطور الظروف الأساسية المحلية، ترسخ شركات التكنولوجيا متزايدا في تربة الخصب الفلاسة. التجارة الإلكترونية هي صناعة تكنولوجيا أسرع عنوان فلاسة عبر الإنترنت، يتم إرسال منتجات التبت إلى كل أنحاء العالم بأسرع سرعة. مرحبا بكم. اليوم لنا بث مباشر على الانترنت في ظهر، فأنتم مذيعون فيه، فلنعرض منتجين أو ثلاثة منتجات. مرحبا بكم أيها الأصدقاء في فلأعرض لكم رابطة له، أي رابطة الأولى. قدم المعلومات. حسنا، هذه قبعتنا، يمكنك أن ترى أنني ألبس واحدة، لأنني بعدما جئت إلى لاسا رأيت الكثير يلبسونها، لا تعجبني كثيرا لأنها جميلة ورائجة، تشتري الكثير بسرعة. لذا نفذ المختون، فماذا سنفعل؟ نعم. فلنرى هل لنا زبائن. نعم، لقد بعنا واحد، فشكرا له. يبدو تسويق عبر البث المباشر أمرا سهلا، بل من الواقع يتطلب كثير من الجهود. ينبغي التركيز بين عوامو على البث المباشر من حبها لعملها. عند تسويق المنتجات
أشعر بالكسب والفخر. تريدين أن تقدمي للآخرين كل المنتجات بخصائص تبتية. أنا تبتية، وأظن أنه لكل المنتجات من تبتي ثقافتها الخاصة المميزة وتاريخه الجميل، ويعد التاريخ الطويل والثقافة الممتازة الدعم للمنتجات. هذه الصفات نادرة جدا، فأظن أن المنتجات التي أقدمها تستحق المشاركة. ليست لدي شهرة كبيرة وحجمنا صغير، ولكن يعجبني شعور بالإنجاز والشرف منها. أنا تبتية، فأشعر بالفخر عندما أقدم للآخرين منتجاتنا. عندما سافرت إلى مقاطعة أخرى للتسويق منتجاتنا، فقال الآخرين إنك من تبت، فأقول نعم إنني تبتية، وفي ذلك الحين شعرت بالفخر. كل المنتجات من تبت لدي كثير من المعلومات لأقدم إلى الآخرين. مع تطور التكنولوجيا لم تعد المسافات في الفضاء قادرة على إيقاف وتيرة الناس، يستطيع أهل تركيا احتضان العالم بحماس، ويمكن للأجانب أن يصلوا إلى تبتشير الأصول على مستقبلهم. على بعد 10 كيلومتر خارج شرفة البث المباشر، قام عدد أعضاء أكبر قاعدة لتربية المنتجات الزراعية في تلك، يعمل الناس بحثين ليلا نحرا لمراقبة البيانات وتحليل النتائج لإنشاء أكثر الأصناف إنتاجية للمزارعين والرعاة في تلك. هذا الصيف رحل فريق تربية المتوسط بأعضاء جدد من بعيد. هذه شريحة تجربة بعد وضع الضم عليها، ثم يرسلها إلى شركة البيولوجية لاختبار تيرات جني فنعرف الفرق في أدائها. فالعمل تلي بسيط جدا، فيها حلقة لقطرة دم لكل بقر مسة معينة. كذا بعد اختبار سنعرف معلومات لبقرة معينة. هذا إليك. حسنا. هذا نعم. أوكي. بعد خروج الهواء ستمتص الضمة، تمسك ثابتا، دعها فحسب. هكذا انتهيت العمل؟ نعم تماما، ثم دعه في العلبة. صحيح، ذكية جدا. أحسنت. قد ساهمت في قطاسنا التبتية. نعم. نتشرف جدا. شكرا. أستعيب المبادئ الأساسية. شكله مستدير. التقطها صورة مع نتائجكم. من أين أنتم؟ كلنا طلاب دراسات عليا. هنا يعطيك 3 دكاترة والباقي ماجستير ولم نتخرج بعد. كم ساعة بقيتم في المختبر كل يوم؟ بقدر ما أعرف تعاوني مع معهد علوم البحيدة في تلك 3 سنوات على الأقل. لذا فقد بدأنا للطوي ما تراقب والعمل المبدئي لجمع العينات. فعليكم أن تنتظروا وقتا طويلا للحصول على النتائج. فمتى حصولكم على بعض النتائج؟ متتالية. مثلا العمل الذي نقوم به الآن أي إرسال أشريحات لاختبار نمت جني. سنحصل على نتائج فورا بعيدا لإرسال. يمكننا إجراء بعض التحليلات البسيطة لتمييز الأداء. مثلا بعد اختبار نعرف أن نمو النوع ما أسرع والآخر جودة لحومه أفضل، فيرسل هذه النتيجة فورا إلى المزرعة لإجراء تعديلات أو خيرها لمزيد من تطبيقات الإدارة. من ذكيلة ومن المدرسة إلى المزرعة 1000 اختبار في المختبر تحمل أحلام البحث العلمي للطلاب وتحتوي على قوة هائلة لتعزيز تنمية الزراعة وتربية البهيمة في تبت. بعد رؤية الجانب الحديث من تبت في لاسا، الوجهة التالية للطلاب هي مدينة لينكشو شرق لاسا. هنا تختفي أسرع المدينة ويمتد المشهد الطبيعي. يعيش الإنسان وطبيعة معا منسجما، وهذا مشهد آخر لتبت. بالمقارنة مع لاسا موضع لنجو أدنى وأدفع،
تخني ظروف المياه والحرارة الفريدة، النبيات المتنوعة النادرة في تبت. الخبات والأزراء الممتدة ليست مشهدا نادرة فقط، بل عيبا كنز يتناوله أسكان محليون من جيل إلى جيل القادم. يحرص القرويين من قرية لوب الخبت منذ عقود. اليوم حان الوقت للعمل. وصلنا لتو. حضرتم للتو. كم مرة يعمل كل شخص كل سنة؟ نعمل في نوبة فيتناوب أفراد الأسرة والقرويون في تفتيش بطبع ليس بضرورة. فقط بضع مرات كل عام. كثيرة. السكان في قريتنا ليسوا كثيرين، 9 أشخاص يوميا في الجبل. أي يعمل بفريق. 9 أشخاص يقومون بدوريات كل يوم. موقع هنا وموقع عندناه وموقع آخرين عندناه، هذا كل شيء. ليس نحن 2 فقط بل أكثر. فكل الأفراد في القرية حرسوا الغابة. الجميع حرسوا الغابة. فحمى الجميع من تخريب الغابة. كل شخص مسؤول الآن. مثلا إذا لم ننتبه، لكن شخص ما في قرية رأى الدخان سيتسلو بنا. للجميع الشعور بالمسؤولية. من في العمل تتحقق منه فورا. عرف ذلك من حارس الخابة أن القرويين في سنوات حماية الخابة قد اكتسبوا كثيرا منها. تعتبر الفطور المتنوع في الخابة الطعام المفضل للقرويين. هكذا بعد حرفها ثم تخطيتها ستنمو العام المقبل. لا تنمو يلا بتخطيتها وهي حتى للأكل. حتى أيضا للأكل. لا يزال صخيرا معنا. ستنمو أكبر بعد فترة. بعد تفتيش خرج الحارسون من الخابة. يصادف الآن موسم الزراعة للسياحة، فالطبيعة الجميلة لا توفر المواد الطازجة فقط، بل تعزز تنمية السياح المحلي. في لولا أجمل منطقة في لينش، يستخدم القرويون منازلهم كفنادق محلية لترحيب السياح في أنحاء العالم. يعد أم فينسو من قرية جاسيكا من أوائل القرويين في لولا الذين يدورون فنادق محلية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بكم. هل تسمح لي تقديم سؤال لك؟ مثلا متى تبدأ إدارة فندق فينسو؟ وكيف تبدأ؟ وأي صعوبات تعرضت؟ ثم كيف حللتها؟ بدأت في عام 1998. في البداية هناك 8 أسرات فقط في الفندق. في ذلك الوقت طلب ضيوف بسيط فقط، الفندق نظيف والأطعمة كافية صحية. ومعايير المضيفين الحاضرين أعلى، حيث يطلبون توفير التدفئة الأرضية والمكيف وتدفئة الوظيفة وكذلك الحمامات والتلفزيون. فلديكم كل هذه الأجهزة؟ نعم. إن الطلاب بعيدون عن مسقط رأسه، لكن في منزل عمي بينسو يجدون دفء البيت. بسبب بساطتي ولطف عمي بينسو، جمعت عائلة تبتية عادية صداقة في أنحاء العالم. عمي بينسو، لماذا هذا الكثير من بطاقات شخصية؟ لأين جاء الناس؟ نعم، أرى العديد من الدول فيها. فلماذا تركوا البطاقات لي؟ ليس لدينا حساب ويتشات في ذلك الوقت، فتركوا أرقامهم. الأرقام. فلي سؤال، هل تذكر جميع الناس الذين تركوا البطاقات هنا؟ أعتقد أنه الأمر صعب. البعض يمكن تذكرها، أما الآخر فلا. يعتمد على الاندماع المبكي. إذا من قوضان وهو صحفي. هناك ناس من كل مكان. الصحفيون. الأجانب. هو عربي. هذا عربي من السودان. هل أنت معروف في الخارج؟ وجدت كثيرا من الصحفيين الأجانب، ووجدت بطاقة للصحفي من أوكرانيا أنه كان يزور هنا.
بعد صعودي إلى سقف الفندق وإلى قاع الأنظار إلى المحيطات، إن الطبيعة ليست المناظر الجميلة التي يجتهيها السياح فقط، بل أيضا الكنز الذي يفخر به عمو بنسو. يؤمن الغربيون بقوانين الطبيعة كما أن الطبيعة تكافئهم بأجمل المناظر. التعايش السلمي بين الإنسان والطبيعة ألا وهو سبب الذهاب الناس إلى هنا من مكان بعيد. عند مخدرة لنجي تقريب رحلة إلى تبت من النهاية، رحلة هي قصيرة بل الحصاد تجاوز توقعات الجميع. كنت لا أهتم بالطبيعة، ولكن خلال هذه الرحلة في لاسا ولينجي أتمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة التي مثل العالم الآخر الساحر. تعرفت على الكثير من الثقافة السينية التقليدية. في الحقيقة لا أعتقد أن أسبوعا واحدا هو كافي، إذا هناك فرصة سأعود مرة أخرى. أتمنى أنه بعد سنوات لي فرصة أخرى لأسافر إلى تيبت، فسأشاهد التنمية الكاملة والتقدم الشامل في تيبت مرة أخرى. أظن أنني درست كثيرا من هذه الرحلة. أنا مسرورة بالسفر إلى تيبت. كنت أظن أن تيبت تقليدية، ولكن من هذه الرحلة وجدت الدمج بين التكنولوجيا الحديثة والثقافة التبتية ومناظرها الجميلة. أعتقد أن مستقبل السياحة هنا مشرق. إن الرحلة تهديني بشكل جيد عن طريق لي حقا الشعور بالقروب من المدينة الكبيرة. لقد فهمت ثقافة تبتية وطريقة الحياة هنا. هذا فتح نواقفا جديدة لي. أعتقد أن هذه الرحلة إلى تبت هي أروع رحلة في حياتي. حقا أود أن أقضي بقية حياتي هنا. حقا أود أن أقضي بقية حياتي هنا. هنا جميلة جدا، جميلة جدا ومريح جدا. في الحقيقة ما هو تبت؟ بعد الرحلة استغرقت 8 أيام. كل شخص لديه إجابة مختلفة. قد تكون النظر إلى الوراء تحت الجدران الحمراء بقصر بوتالة، قد تكون أيضا إبتسامات الأطفال في الفصل، قد تكون الجهود في المختبر، قد تكون أيضا الحارسين في الخابئ. إنه وقت السكان للمستقبل، إنه أيضا أغنية طويلة للطبيعة، إنه قريب وحيوي ساهر وعدي. التبت تقف هناك بهدوء في انتظار اكتشاف الجميع.